طيب بعد ما تعرفنا على الجيراي واسم كل جيرس، سواء موجود الجيرس دي على السوبيرولاترال سيرفيس او على الانفيريور سيرفيس او على الميديال سيرفيس، عايزين نتعرف بقى على الفانكشنال ارياز او الفانكشنال كورتيكال ارياز اللي موجوده على الجيراي دي. تمام، فالصوره دي اللي احنا باصين لها دلوقتي ده السوبيرولاترال سيرفيس اوف سيريبرال هيمسفير، هنا السنترال سالكس، قدامها البري سنترال سالكس، وراها البوست سنترال سالكس، وهنا البري سنترال جايروس، وهنا البوست سنترال جايروس، وهنا باقي الايه الجايراي اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب هبدا باول اريا من الفانكشنال ارياز اوف سيريبرال هيمسفير اللي هي الموتور اريا 4. الموتور اريا 4 اللي هي دي لو احنا جينا حددناها هنا كده، يبقى هنا هتكلم اول حاجه عن الموتور اريا 4. كل اريا عايز اعرف عنها ايه؟ اولا كل الفانكشنال ارياز دي اكتشفها عالم الماني اسمه برودمان، تمام، وعشان كده اتسمت كل الفانكشنال ارياز دي باسمه، سميناها برودمان اريا. تمام، كل اريا من دول عايز اعرف اسمها ايه ورقمها ايه هو ومكانها فين، موجوده على انهي جيرس، وايه هي الفانكشن بتاعتها، ولو حصل فيها ليجن هتكون ايه النتيجه. تمام، يبقى كل النقاط دي هنطبقها على كل الارياز اللي هندرسها. فاول حاجه اول اريا عندي اسمها موتور اريا 4، يبقى دي الموتور اريا واخده رقم 4. طب دي مكانها فين؟ موجوده في البري سنترال جايروس. طب دي وظيفتها ايه؟ دي بتعمل كنترول للموفمنتس اوف ذا اوبزيت سايد اوف ذا بودي. تمام، في قاعده عندنا بتقول ايه؟ ان احنا عندنا تو سيريبرال هيمسفيرز، رايت سيريبرال هيمسفير وليفت سيريبرال هيمسفير، دايما كل واحده فيهم بتتحكم في الاوبزيت هاف اوف ذا بودي، يعني الرايت سيريبرال هيمسفير بتتحكم في الناحيه الشمال من الجسم، والعكس الليفت سيريبرال هيمسفير بتتحكم في الناحيه اليمين من الجسم، بعكس مين؟ بعكس السيريبيلا. السيريبيلم هو عباره عن تو سيريبيلر هيمسفيرز رايت وليفت، لكن الرايت سيريبيلر هيمسفير بتتحكم في الرايت سايد والليفت بتتحكم في الليفت سايد. تمام، يبقى اذا الموتور اريا 4 اللي موجوده هنا على البري سنترال جايروس بتعمل كنترول للموفمنتس اوف ذا اوبزيت سايد اوف ذا بودي. تمام، معظم الفايبرز وليست كل الفايبرز اوف بيراميدال تراكت بتبقى خارجه هنا من الموتور اريا 4، يبقى بيخرج منها معظم الفايبرز بتاعه البيراميدال تراكت. تمام، طيب الاريا دي لما بيحصل لها ليجن بتكون ايه النتيجه؟ ان احنا بنفقد الحركه على الاوبزيت سايد اوف ذا بودي. تمام، يبقى لوس اوف موفمنت فولنتري موفمنت اون ذا اوبزيت سايد اوف ذا بودي. تمام، لكن فقد الحركة على النصف الآخر من الجسم ما بيبقاش كامل، هو ممكن يتراوح من باريسز إلى باراليسز. باراليسز الفرق بينه وبين باريسز إن الباراليسز هو عبارة عن complete loss of movement، لكن باريسز معناها weakness، ان في حركه بس حركه ضعيفه. طيب ايه اللي بيخلي الحركات او الليجن بيتراوح من باريسز الى باراليسز؟ نتيجه لوجود اريا ثانيه اسمها سبلمنتري موتور اريا. تمام، هنشوفها بعد شويه. تمام، طيب يا ترى الهيومن بادي هي قلنا دي بتتحكم في الموفمنت بتاعت الهيومن بادي على الاوبزيت سايد. تمام، يا ترى الهيومن بادي ريبريزنتد ازاي؟ بيتمثل الجسم بتاعنا هنا ازاي على الموتور اريا 4؟ هنلاقي ان الهيومن بادي بتاعك بيبقى مرسوم هنا على الاريا 4 بالشكل ده. لو جينا شفنا الصوره دي اهي. تمام، يبقى هلاقي ان الهيومن بادي بيبقى مرسوم كده، اولا ادي السيريبرال هيمسفير ده اللي هو السوبيرو لاترال سيرفيس اللي بيبقى عليه هنا الموتور اريا 4 بتبقى هنا، فبلاقي البادي بيكون ريبريزنتد بس بالمقلوب، بنسميه ايه؟ ريبريزنتد ابسايد داون، يعني راسك لتحت ورجلك لفوق، فبلاقي ان كل اريا من جسمنا متمثله على الموتور اريا 4، الاريا بتاعت اللارنكس، بتاعت التونج، بتاعت الهيدند نيك، بعد كده منطقه الايه؟ الابر، منطقه الترنك، منطقه اللور ليمب والايه والبرينيم. تمام، يبقى الهيومن بادي ازاي بيبقى ريبريزنتد على الاريا 4؟ بيبقى ابسايد داون، يعني بالمقلوب.
تمام. طيب هل احنا ملاحظين هنا ان كل اريا من الارياز بتاعت الهيومن بادي واخده نفس المساحه نفس الحجم بتاعها على الموتور اريا فور؟ لا طبعا، حسب الوظيفه بتاعت كل اريا. كل ما الاريا دي بيكون ليها موتور فانكشن اكبر وحركه اكبر بتؤدي حركه اكبر، كل ما بتزيد المساحة اللي بتستغلها او بتشغلها على الموتور اريا فور. ولذلك بنلاحظ ان اكبر مساحة واخداها منطقة ايه؟ الهاند، واكبر مساحة اللي هي بتمثل الصنب. تمام، يبقى ده اللي هو بالنسبة للموتور اريا فور. تمام، طيب نيجي نشوف الكلام دوت نلخصه تاني. يبقى هنا احنا اتكلمنا على الموتور اريا 4، اول حاجه مكانها فين؟ مكانها في البري سنترال اي جايروس. تمام، ات جيفز بارت اوف ذا بيراميدال اي فايبرز، هي عاطيه جزء من البيراميدال فايبرز لكن مش كل البيراميدال فايبرز. ان البادي بيكون ريبريزنتد ان ذيس جايروس اب سايد داون، والمعلومه ديت مهمه جدا. تمام، ازاي اب سايد داون؟ بيبدا من فوق، اول حاجه اللور ليم والبرينيوم، البرينيوم اللي هي منطقه العانه، وبعدين الترانك والابر والهيدند نيك فروم اباف داون. طيب ايه وظيفتها؟ يبقى كل دوت احنا عرفنا ايه مكانها. تمام، طب ايه وظيفتها؟ بتعمل كنترول للسكيلد موفمنت. تمام، كنترول للسكيلد موفمنت بس على الاوبوزيت هاف اوف ذا بادي. تمام، طيب لما بيحصل فيها ليجن بتعمل عندي حاجه اسمها كونترالاترال، يعني على الاوبوزيت سايد، كونترالاترال هيميبليجيا. تمام، طب الكونترالاترال هيميبليجيا دي بتبقى يا اما باراليسيس على شكل ايه؟ باراليسيس او باريزس. تمام، باريزس اللي هو مجرد ايه؟ ويكنس في الايه؟ في الحركه. ليه؟ due to the presence of other supplementary motor areas. تمام، طيب the area of the cortex controlling particular movement is proportional to the skill involved in performing the movement. ده الكلام اللي احنا ايه قلناه، ان المساحه اللي بتستغلها اي جزء من جسمك على الموتور اريا 4 بيتناسب مع الحركه او الوظيفه اللي بيؤديها الجزء دوت. كل ما النشاط الحركي بتاع الجزء ده بيبقى كبير، كل ما المساحه بتاعته بتبقى اكبر على الموتور اريا 4. طيب بعد ما خدنا الموتور اريا 4، المنطقه اللي قدامها بقى اللي هي الاريا 6 دي بسميها ايه بقى؟ بسميها بري موتور اريا 6. البري موتور اريا 6 بتكون موجوده ان فرونت اوف ذا بري سنترال جايروس، ده المكان بتاعها. طب وترى ايه هي وظيفتها؟ هي تعتبر واحده من الاكسترا بيراميدال سنترز. انا عندي دايما السنترز في البرين يا اما بيراميدال يا اما اكسترا بيراميدال، دي واحده من الاكسترا بيراميدال سنترز، وبتتحكم في الموفمنتس بتاعه البروكسيمال ماسلز اوف لينس، سواء الابر ليم او اللور ليم. بالاضافه دي اول وظيفه ليها ان هي اكسترا بيراميدال سنتر. تاني وظيفه ليها ان هي بتخزن برامج الحركه. تمام، يبقى ستور اللي هي الايه؟ البروجرامز اوف موفمنتس. اي حاجه او اي مهاره احنا بنتعلمها بتتخزن في البري موتور اريا 6. تمام، ولذلك الاريا 6 لما بيحصل فيها ليجن بتكون النتيجه حاجه اسمها موتور ابراكسيا. ايه الموتور ابراكسيا دي؟ ان المسلز عندي بتبقى سليمه، العضلات عندي سليمه انتكت ما فيهاش اي مشاكل، لكن بالرغم من ذلك انا مش قادره اعمل الحركه. تمام، ده الليجن اللي بيحصل مع الاريا 6. طب نلخص الكلام دوت او نشوف الكلام دوت بنكتبه ازاي. يبقى هنا البري موتور اريا 6 اول حاجه ان هي مكانها ان فرونت اوف ذا بري سنترال جايروس. طب ايه هي الفانكشن بتاعتها؟ يبقى ان هي بتعمل ستور للبروجرامز. انهي برامج؟ السكيلد موفمنتس اللي احنا اتعلمناها. طيب تاني وظيفه ليها ان هي تعتبر اكسترا بيراميدال اي فانكشن، انها اكسترا بيراميدال سنتر، بتعمل كنترول للبروكسيمال ماسلز، بالاضافه ان هي بتعمل انهيبيشن للماسل اي 2. تمام، طيب لما بيحصل فيها ليجن بتكون النتيجه ايه؟ حاجه اسمها موتور ابراكسيا. ايه الموتور ابراكسيا دي؟ inability to perform movement in spite of intact muscles. طيب ايه كمان؟ يبقى خدنا الموتور اريا 4، البري موتور اريا 6. هاجي هطلع لقدام شويه هلاقي هنا دوله اللي هي الاريا دي اللي هي 9 و10 و11 اللي هي بتكون موجوده عند الفرونتال بول. تمام، او الجزء الامامي من الفرونتال لوب. تمام، دي اللي اسمها بري فرونتال اريا، اسمها بري فرونتال اريا. طب يا ترى دي وظيفتها ايه؟ دي مسؤوله عن ايه؟ دي مسؤوله عن الايموشن، الانفعالات، مسؤوله عن البيهافير، السلوك. تمام، مسؤوله عن الفيسرال اند فازو موتور اكتيفيتيز.
تمام، كل الوظائف بتاعت البذرة بتاعتنا هي مسؤولة عنها. طيب يبقى إذن المنطقة دي لو حصل فيها ليجن هتفقد الخواص بتاعتها اللي بتتحكم فيها، يعني هيحصل ايه؟ مشكله في البيهيفير، مشكله في الايموشن، فهتحصل بيرسوناليتي ديس اوردرز او بيرسوناليتي تشينجز. بتلاقي الشخص هيبدا السلوك بتاعته او الطباع بتاعته تتغير، بدا مكان انسان هادي هيبقى انسان ايه عنيف، وهكذا. طيب نشوف برضو ملخص الكلام ده ايه بالنسبه للبري فرونتال اريا اهي. يبقى البري فرونتال اريا اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي اول حاجه مكانها ان هي عند الفرونتال فول، تمام، رقمها 9 و10 و11. الفانكشن بتاعتها بتعمل كنترول للايموشن، تمام، كنترول للبيهافير، كنترول للفيسرال اند فازو موتور اكتيفيتيز، تمام. الليجن فيها بيعمل عندي بيرسوناليتي تشينجز، اضطرابات في الشخصيه. طيب ايه كمان في عندنا الاريا دي اللي هي الاريا 8 او اللي انا بسميه الموتور اي فيلد او الفرونتال موتور اي فيلد، لان في اي فيلد تاني، يبقى الفرونتال موتور اي فيلد اللي هي الاريا 8، تمام. بس الاريا 8 خلي بالك اللي هي مكتوبه هنا، بس هي اهي اهي بتبقى هنا اهي. يبقى ده اللي هو الفرونتال اي فيلد اللي هو رقمه كام، اللي هي رقمه 8، بس 8 مكتوبه فوق، تمام. يبقى ايه هو الفرونتال اي فيلد او الفرونتال موتور اي فيلد او الاريا 8؟ اول حاجه دي مكانها فين؟ فاكرين هنا الفرونتال جايراي السوبيريور والميدل والانفيريور، تمام. هي موجوده فين؟ موجوده في الميدل فرونتال جايرس، في البوستيرور بارت ايه بتاعه. في كتب بتكتبها ان هي موجوده في الابر فرونتال جايرس، لا، بس الكومن ان هي موجوده في الميدل فرونتال جايرس، في الجزء البوستيرور بتاعه، تمام. طيب دي وظيفتها ايه؟ دي لما بيحصل لها استيميوليشن بتحرك عينيك الاثنين بس للاوبزيت سايد، تمام. يبقى هي اللي بتخلي عينيا الاثنين يتحركوا، يعني انا لو حصل عندي استيميوليشن للفرونتال اي فيلد اللي على الناحيه اليمين على طول العينين الاثنين بتوعي هيتحركوا وهيبصوا للناحيه الشمال، وهكذا والعكس صحيح، تمام. فلذلك هي مسؤوله عن حاجه اسمها سكاننج موفمنت، تمام. عينك تروح من اليمين للشمال، من الشمال لليمين، وهكذا، كانها بتتحرك زي حركه الايه السكانر. ولذلك الفرونتال اي فيلد دوت اللي هو الاريا 8 لما بيحصل فيه ليجن بيحصل بقى ايه العكس، هتلاقي عينك هتتحرك بس مش للاوبزيت سايد، عينيك الاثنين مع بعض، لا، هيتحركوا للسيم سايد اوف ذا ليجن، تمام، للسيم سايد اوف ذا ليجن. طيب نشوف برضو الكلام ده هو نلخصه ازاي اهو. يبقى عندنا اللي هو الفرونتال اي فيلد او اللي هي الاريا 8 مكانها فين؟ موجوده في الميدل فرونتال جايروس. ايه الفانكشن بتاعتها؟ كونجكت موفمنت، يعني الاثنين مع بعض، اوف بوث ايز الاثنين مع بعض تو ذا اوبزيت سايد، تمام، يعني بتعمل سكاننج موفمنت. ات دازنت ديبند اون ذا فيجوال ستيمولس، يعني ايه ات دازنت ديبند اون فيجوال ستيمولس؟ يعني عينيك بتتحرك مش شرط ان تكون في حاجه بتتحرك قدامك وانت بتتابعها، تمام. ولذلك لما بيحصل ليجن بيحصل كونجكت ديفيشن برضو، يبقى ديفيشن اوف بوث ايز بس توردز ذا سايد اوف ذا ايه ليجن، لنفس الناحيه، يعني الليجن عندك حصل على الناحيه اليمين هتلاقي عينيك الاثنين اتحدفوا وباصين للناحيه اليمين، والعكس صحيح. طيب ايه كمان من البرودمان اريا اللي هي التو ارياز دول اللي هي 44 و45؟ طيب يبقى دول اللي انا مسميهم ايه بروكاس اريا، ليهم اسم تاني بسميها موتور سبيتش اريا، تمام، دي بتاعت الكلام، هي دي اللي بتخلينا نتكلم، تمام. يبقى الاريا 44 و45 او البروكس اريا او الموتور سبيتش اريا اللي موجوده مكانها فين؟ موجوده في البوستيرور بارت اوف ذا انفيريور فرونتال جايرس. طب هل دي بتكون موجوده ان بوث هيمسفيرز؟ تمام، موجوده في الرايت سيربرال هيمسفير والليفت؟ لا، بتكون موجوده في الدوميننت هيمسفير فقط، تمام. يعني ايه دوميننت هيمسفير؟ احنا كلنا عندنا تو سيريبرال هيمسفيرز، في ناس بتبقى عندهم الرايت سيريبرال هيمسفير هي الدوميننت هي السائده، تمام، وفي ناس بتبقى عندهم الليفت هي السائده. احنا معظمنا عندنا الليفت سيريبرال هيمسفير هي السائده، ولذلك معظمنا بيكتب بايده الايه اليمين، تمام. الاقليه اللي عندهم الدوميننس السيريبرال دوميننس ده في الرايت، ولذلك بيكتبوا بايديهم الايه الشمال، خلاص. يبقى نخلي بالنا من المعلومه دي. طيب السيريبرال دوميننس دوت
بيبقى بيختلف عندنا من شخص لاخر، والنقطه دي هنتكلم فيها فيما بعد. تمام. طيب الاريا 44 و45 او البروكاس اريا او الموتور سبيتش اريا دي وظيفتها ايه؟ هي اللي بتعمل كنترول للماسلز اوف سبيتش. تمام. بتعمل كنترول للماسلز اوف سبيتش. طب ايه هي الماسلز اوف سبيتش؟ اللي هي الماسلز اوف تانج واللارنكس واللبس. ولذلك لما بيحصل ليجن في البروكاس اريا دي بيحصل ايه؟ باراليسيس اوف سبيتش، يعني انت مش هتقدر تتكلم. بتحصل حاجه اسمها موتور افيزيا، اسمها موتور افيزيا لان دي واحده من الموتور اريز. موتور افيزيا معناها باراليسيس اوف سبيتش، او معناها اني ابيليتي تو سبيك ان سبايت اوف انتاكت سبيتش ماسلز. خلاص، يعني العضلات عندك سليمه لكن انت مش قادر ان انت ايه تتكلم. طيب نشوف ملخص الكلام دوت برضو ايه اهو هنا. يبقى موتور سبيتش اريا او البروكا اريا او البروكاس اريا 44 و45 مكانها في الانفيرو فرونتال جايرن زي ما قلنا، في الدوميننت هيمسفير. مهمه قوي كلمه دوميننت دي. تمام. الفانكشن بتاعتها ات كنترول موفمنتس اوف لارنكس اند تانج ديورنج سبيتش، اللي هي المسلز اوف سبيتش. الليجن بتاعها بيعمل حاجه اسمها موتور افيزيا. موتور افيزيا معناها باراليسيس اوف سبيتش، معناها انابيليتي تو سبيك ان سبايت اوف انتاكت ماسلز. ليه؟ لان الاريا اللي هي بتعمل كنترول للماسلز دي خلاص ما بقتش موجوده. طيب ايه كمان؟ كل ده احنا لسه بنتكلم على الموتور الفانكشنال ارياز، الفانكشن كورتيكال ارياز اللي هي موجوده في الفرونتال لوب. فخلصنا الحاجات اللي موجوده على اللاترال سيرفيس، هشوف دلوقتي الفانكشنال ارياز الموجوده ضمن الفرونتال لوب ولكن على الميديال سيرفيس. هنا اخذنا الجايروس اللي هي موجوده هنا دي كلها، دي قلنا سنجوليت لكن دي اسمها ميديال فرونتال جايروس. تمام. فالمنطقه دي اللي هي بتاعت الميديال فرونتال جايروس اللي هي بتكون موجوده ان فرونت اوف ذا بارا سنترال ليبيول، هو البارا سنترال ليبيول هنا، المنطقه دي اللي هي بتكون موجوده انتيريورلي اللي بسميها ميديال فرونتال جايروس، دي بسميها سبليمنتري موتور اريا. السبليمنتري موتور اريا دي ايه وظيفتها؟ ان هي بتعمل كنترول لللمس الموجوده على الاوبزيت سايد اوف ذا بادي. تمام. طيب دي لو حصل فيها ليجن بتكون ايه النتيجه؟ بيحصل temporary loss of movement. تمام. يبقى نيجي نشوف الكلام دوت. احنا قلنا ان في حاجه اسمها supplementary motor area اللي هي بتكون موجوده على الميديال، مكانها على الميديال فرونتال جايروس. تمام. اللي هي موجوده على الميديال سيرفيس اوف سيريبرال هيمسفير، موجوده anterior to the paracentral lobule. تمام. الفانكشن بتاعتها ان هي بتعمل كنترول للموفمنتس اوف ذا كونترالاترال لينس. تمام. ان هي بتتحكم في الكونترالاترال لينس، بات ات نيدز سترونجر استيميليشن، عايزه تاثير قوي، يعني ما هياش قويه المنطقه دي زي الموتور اريا 4. تمام. ولذلك الليجن بتاعها بيعمل تمبوراري لوس اوف موفمنت. طيب دلوقتي هتكلم على الفانكشنال ارياز بس اللي موجوده فين؟ في البرايتال لوب، بعد ما خلصنا الفانكشنال ارياز اللي موجوده في الفرونتال لوب. اول حاجه هبص هنا البوس سنترال جايروس، عليها الاريا دي اللي هي 3 1 و2. تمام. الاريا 3 1 و2 دي بسميها زمين سنسوري اريا، زمين سنسوري اريا اللي موجوده على البوست سنترال جايروس. الاريا دي بتستقبل الاحساس بس من الاوبزيت سايد اوف ذا بادي، يبقى ريسيف سنسيشن فروم ذا كونترالاترال سايد اوف ذا بادي. وبرده الهيومن بادي هنا بيكون ريبريزنتد عليها كله بس برده بالمقلوب ابسايد داون. زي ما قلنا بتبقى منطقه الهيدن دينيك بتبقى ايه تحت، بتليها منطقه الابر ليم، وبعد كده الترانك، وبعد كده البرينيوم واللور ليم. المنطقتين دول على فكره اللي هي الموتور اريا 4 والسنسوري اريا المين سنسوري اريا، هما الاثنين بيكونوا ظاهرين كمان جزء منهم على الابر بارت اوف ذا ميديال سيرفيس لما نيجي نبص للايه للناحيه الميديال. تمام. طيب الاريا دي لو حصل فيها ليجن هيحصل ايه؟ هيحصل لوس اوف سنسيشن فروم ذا اوبزيت سايد اوف ذا بادي، او لوس اوف سنسيشن اون ذا اوبزيت سايد اوف ذا بادي، بس ده ما بيكونش ايه كومبليت نتيجه لوجود اريا اذر سنسوري اريا اسمها سبليمنتري سنسوري اريا. تمام. طيب نشوف الكلام دوت برضو مع بعض. يبقى دلوقتي احنا بنتكلم في الارياس بتاعه البرايتال لوب اهي،
تمام، يبقى عندنا اللي هو المين سنسوري اريا، اريا 3 و1 و2 اللي هي مكانها بتكون موجوده في البوست سنترال جايروس، تمام، وان البادي بيكون ريبريزنتد فيها ابسايد داون، والفانكشن بتاعتها ان هي ريسيف جنرال سنسيشن بس بشرط منين؟ من الكونترالاترال سايد، وان الليجن بتاعها بيعمل عندي كونترالاترال هيمانيسيديا. يعني ايه؟ يعني لوس اوف سنسيشن بس ما بيكونش كومبليت، يبقى نو كومبليت انسيزيا، بنسميها هيمانيسيديا due to the presence of other supplementary sensory area. خلاص. طيب السايز بتاع طيب هل حجم الجسم، احنا قلنا الجسم كله بيكون ريبريزنتد عليها upside down بالمقلوب، طيب هل كل منطقة من الجسم، مناطق الجسم بتبقى متساوية؟ لا، ان حجم كل منطقة، تمام، يبقى ان هو each part من البادي of the body بيكون directly proportional to the number of sensory receptors. حجم كل جزء متمثل فيه على حسب السنسوري ريسبتورز اللي موجودة في الجزء دوت. طيب ايه كمان من الفانكشنال اريز اللي هي موجودة على البرايتال لوب؟ هنا بلاقي الاريا دي اللي هي 5 و7، تمام، يبقى دي اللي بسميها sensory association area اللي هي موجودة فين؟ موجودة في البرايتال لوب، بس في أنهي جزء منه؟ في السوبيريور برايتال لوبيول. مش احنا قسمنا البرايتال لوب الى سوبيريور وانفيريور برايتال لوبيولز، تمام، عن طريق الانترا برايتال سلكس، يبقى دي موجودة في السوبيريور برايتال لوبيول اللي هي الاريا 5 و7، ودي بسميها سنسوري اسوسيشن اريا، دي اللي احنا بنحس بيها ودي اللي احنا بنفهم بيها الحاجات اللي احنا حاسينها، ولذلك دي مسؤولة عن الريكوجنيشن اوف اوبجكتس placing in the hand without the use of vision. يعني لو حد حط في ايدي حاجة، عملة معدنية او مفتاح او اي حاجة، انا ممكن هتعرف عليها حتى ولو انا مغمضة عيني. والحكاية دي او الـ definition بتاع الحاجة دي حاجة اسمها stereognosis، تمام، ولذلك لما بيحصل ليجن في السبليمنتري موتور اريا السنسور اسوسيشن اريا اللي هي الاريا 5 و7 بيحصل حاجة اسمها استيريوجنوزيس، تمام، يبقى inability to recognize any object without the use of vision، تمام. طيب نشوف برضو الكلام دوت ملخصه ايه. اهي دي الاريا اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي اللي هي sensory association area اللي هي الاريا 5 و7، تمام، قلنا ان مكانها في السوبيريور برايتال لوبيول، وان الفانكشن بتاعتها بتعمل ريكوجنيشن للاوبجكتس بليسد ان ذا هاند وذاوت ذا هيلب اوف فيجن، ده اللي احنا بنسميه ايه؟ استيريوجنوزيس. يبقى لما بيحصل فيها ليجن بتعمل حاجه اسمها استيريوجنوزيس، تمام. طيب ما زلنا الوقت لسه برضو في نفس الفانكشنال اريز اللي موجوده في البرايتال لوب. في عندي اريا هنا تو اريز مع بعض، واحده اسمها 40 واحدة اسمها 39. طيب الاتنين دول مع بعض بسميهم ايه؟ اللي هي 39 و40 دول بسميهم فيرنكس اريا، تمام. طيب دي اول دبليو، اصل هو عالم الماني اللي اكتشفهم، فبالالماني الدبليو بنحط تحتها نقطتين فتتنطق فيرنكس وليس العكس، تمام، يبقى اسمها فيرنكس اريا اللي هي بتشمل الاريا 40 والاريا 39. طيب هي كل اريا من دول مكانها فين؟ اريا 40 دي بسميها سوبرا مارجنال جايروس اللي هي كانت موجوده فوق الايه البوستيرور ريموس بتاع اللاترال سالكس، بينما الاريا 39 اسمها انجولار جايروس اللي هي بتكون موجوده على نهايه السوبيريور تيمبورال ايه سالكس، تمام. فالاثنين دول مع بعض عاملين حاجه اسمها فيرنكس اريا او بسميها سنسوري سبيتش اريا. طيب دي بتكون موجوده في التو سيريبرال هيمسفير؟ لا، دي بتكون موجوده في الدوميننت هيمسفير بس. طب هي دي مسؤوله عن ايه؟ هي دي اللي احنا بنفهم بيها الكلام، اي لغه بنفهمها بيها، يبقى دي اللانجوج بتاعت اللانجوج بنفهم بيها اللغات، تمام. طبعا انت لو متعلم لغه زي مثلا انجليش او عربيك او فرنش او اي لغه بتفهمها عن طريق الايه الاريا دي، لو الاريا دي عندك سليمه، سواء الشخص اللي بيكلمك باللغه دي يعني اللغه دي مسموعه يعني او مقروءه، ان هو بيكتب لك ورقه وانت بتفهم بيها ايه اللغه دي، يبقى دي بتاعت اللغه، ولذلك دي لما بيحصل فيها ليجن بيحصل حاجة اسمها سنسوري افازيا. سنسوري افازيا ايه؟ يعني اللي قدامك بيكلمك سواء بالصوت او بيكلمك بيكتب لك، فانت مش قادر تفهم هو بيكلمك ايه حتى لو انت متعلم اللغة دي، تمام. طيب نيجي نشوف الكلام دوت، ايه الكلام اللي هو مكتوب عن الاريا دي.
اهي تمام. يبقى السنسوري سبيتش اريا او الفيرنكس اريا اللي هي 39 و40، يبقى دي بتشمل الاريا 40 اللي هي موجوده في السوبرا مارجنال جايروس، والاريا 39 اللي هي موجوده في الانجولار جايروس، بس بشرط بتاعت مين؟ بتاعت الدوميننت سيريبرال هيمسفير. طب ايه هي الفانكشن بتاعتها؟ ان هي بنعمل يعني دي المسؤوله عن الاندرستاندنج فهم الريتن اند سبوكن لانجوج، يبقى دي بتاعت مين؟ اللغات سواء المقروءه او المكتوبه او المسموعه. تمام، يبقى الوريتن اند سبوكن ايه او المنطوقه سبوكن لانجوج، اي لغه باي شكل من الاشكال مش هتفهمها غير بالفيرنكس اريا دي. طيب لذلك لما بيحصل فيها ليجن بتعمل عندي حاجه اسمها سنسوري افازيا. يعني ايه سنسوري افازيا؟ تمام، يبقى inability to understand، انت مش قادر تفهم السبوكن او الريتن ايه words. طيب ما زلنا برضو في الفانكشنال كورتيكال اريز بتاعت البرايتال لوب، في اريا بقى بتبقى موجوده هنا كده تمام، ودي اللي انا بسميها فيستيبولار اريا. الفيستيبولار اريا دي مكانها فين؟ مكانها على طول بيهايند ذا مين سنسور اريا. ادي المين سنسور اريا اهي، ادي اللور بارت بتاعها اهو، دي منطقه اللي هو السنسيشن بتاعت الفيس، هي ما تكون موجوده وراها على طول، دي الفيستيبولار اريا اللي هي بتكون مسؤوله عن الاتزان. طيب ايه كمان؟ الاريا اللي هي 39 او 39 او اللي انا بسميها انجولار جايروس، اللي هي كانت عباره عن جزء ضمن الفيرنكس اريا تمام. دي تعتبر برضو مركز للايه؟ للكتابه. تمام، الانجولار جايروس ده مركز للكتابه، ولذلك لما بيحصل فيها ليجن بيحصل ايه؟ عدم القدره على الكتابه او اللي احنا بنسميها الجرافيا. تمام، ايه كمان؟ في هنا اللاترال سالكس اللي هي بتبقى مكانها هنا، وقلنا في البوتوم اوف لاترال سالكس هنا بتكون موجوده الاريا اللي بنسميها ايه؟ الانسولا. تمام، وقلنا الانسولا دي بتكون مسؤوله من ضمن الوظائف بتاعتها مسؤوله عن التيست سنسيشن، ولذلك فيها الجستاتوري اريا او التيست اريا اللي هي الاريا 43 او 43. طيب نشوف الكلام ده هو. احنا اتكلمنا هنا اول حاجه عن الفيستيبولار اريا، وقلنا الفيستيبولار اريا دي بتكون موجوده بيهايند ذا لور بارت اوف سوماتيك سنسوري اريا، موجوده وراها على طول، والفانكشن بتاعتها ات كنترول الكورتيكال فيستيبولار اي سنتر، كونتين ذا كورتيكال فيستيبولار سنتر اللي مسؤول عن الايه؟ الاتزان. تمام، طيب ايه كمان اخدناه؟ اللي هي السنسوري سبيتش اريا، السنسوري سبيتش اريا اوف ايرنكس دي خلاص اتكلمنا عليها. طب ناخد اللي هو الانجولار، ننزل لتحت كده ونشوف اللي هو الانجولار جايروس. اهي الانجولار جايروس او الاريا 39، قلنا ان دي جزء ضمن الفيرنكس اريا، بالاضافه ان هي بتتحكم في اللانجوج برضو من ناحيه الكتابه خلاص. ولذلك ان لما بيحصل فيها ليجن بتحصل حاجه اسمها اجرافيا او عدم القدره على الكتابه. خدنا برضو الجستاتوري اريا او التيست اريا اللي هي الاريا 43 اللي هي مكانها فين؟ ان هي بتكون ريليتد للانسولا. انهي جزء بالتحديد من الانسولا؟ لو احنا قلنا انسولا بس ماشي، لو حبينا نحددها اكتر موجوده في البرايتال اوبيركولم اللي هو الجزء من السريبرال كورتكس اللي بيغطي الانسولا ناحيه البرايتال لوب في البرايتال ايه اوبيركولم، والفانكشن بتاعتها ان هي كونتين كورتيكال سنتر او تعتبر هي سنتر فور ايه؟ تيست سنسيشن. طيب لو جينا هنا بصينا احنا هنا على السوبيرو لاترال سيرفيس، دي الموتور اريا ودي الموتور اريا 4 ودي اللي هي المين سنسور اريا 3 1 و2. قلنا ان التو ارياز دول ليهم امتداد تاني، احنا دلوقتي على اللاترال سيرفيس ليهم امتداد على الميديال سيرفيس. تمام، وامتدادهم على الميديال سيرفيس بيشمل الموتور اريا والسنسور اريا بس بتاعت اللور بارت اوف ذا بادي اللي هي بتاعت البرينيوم والليج. تمام، او اللور لم. تمام، نفس الكلام. طب هنا لما جبنا الصورة بتاعت الميديال سيرفيس قلنا هنا ادي السنترال سالكس بتبقى مكانها هنا، وحواليها الجزء ده كله اللي انا بسميه البارا سنترال ايه؟ الليبيول. اذا البارا سنترال الليبيول دوت اللي هو موجود هنا على الميديال سيرفيس بتاعت السيريبرال هيمسفير بيحتوي على اللور بارت من الايه؟ جزء من الموتور اريا والمين سنسوري اريا بتاعت منطقه البرينيوم اللي هي منطقه العانه واللور لمبس. تمام، ولذلك ده بيعمل كنترول للموتور والسنسوري فانكشن،
بتاعت الاجزاء دي من الجسم، بالاضافه ان هو كمان بيعمل كنترول للميكتوريشن اند ديفيكيشن اللي هي عمليه التبول والتبرز. تمام، يبقى ده اللي هو البارا سنترال ليبيول والوظيفه بتاعته. مهم جدا البارا سنترال ليبيول اهو. يبقى قلنا البارا سنترال ليبيول مكانه فين؟ موجود على الميديال سايد اوف ذا سيريبرال هيمسفير. طب هو الفانكشن بتاعته ايه؟ ان هو بيحتوي على الموتور والسنسوري سنتر بتاع كل من الليج والبرونيم، بالاضافه ان هو بيعمل كنترول لحاجتين اللي هما الميكتوريشن والديفيكيشن. بيعمل كنترول للحاجتين دول، الميكتوريشن والديفيكيشن. طيب هنبدا دلوقتي نتكلم بقى على الكورتيكال ارياز او الفانكشنال ارياز اللي هي موجوده على التمبرال لوب. تمام، فهنا احنا قلنا ان في تمبرال لوب مقسم الى سوبيرو ميدل وانفيريور تمبرال جيرال. تمام، فهنا بيبقى عندي اريا مهمه جدا موجوده في المنطقه دي اللي هي الاريا اللي انا بسميها اوديتوري اريا اللي هي 41 و42. تمام، الاريا 41 و42 دي اللي هي ريسيف الاوديتوري سنسيشن، دي مسؤولة عن حاسة السمع أو الهيرنج. ولذلك لما موجودة في السوبيرو تيمبورال جايروس في النص كده، لما بيحصل فيها ليجن الإنسان بيفقد حاسة السمع. طب على ناحية واحدة ولا على ناحيتين؟ ما أنا عندي إيه تو أريز، واحدة يمين وواحدة شمال. لا، بيحصل ويكنس للهيرنج أو الأوديتوري سنسيشن بيضعف على الناحيتين، بس بيبقى مميز أكتر فين؟ على الأوبزيت سايد. طيب ليه لما بيحصل ليجن على ناحية واحده مش بيحصل كومبليت لوس اوف سنسيشن، بيحصل بارشال لوس اوف سنسيشن، هيرنج سنسيشن؟ لان الاوديتوري فايبرز او الاوديتوري راديشن وهو طالع فوق ينتهي في السيريبرال كورتكس. تمام، بينتهي على الناحيتين، الناحيه اليمين والشمال. تمام، بس اللوس اوف اوديتوري سنسيشن بيبقى مميز اكتر على الاوبزيت ايه سايد. تمام، طيب يبقى دي المنطقه اللي بنسمع بيها اللي هي الاوديتوري اريا 41 و42. في منطقه تانية بقى بتكون موجوده جنبها على طول اللي هي الاريا 22 اللي هي الاريا 22، دي بسميها اوديتوري اسيشن اريا، موجوده برده في السوبيرو تيمبورال جايروس جنب الاوديتوري اريا. دي بسمع بيها، لكن دي بفهم بيها الاصوات، يبقى دي بتعمل ريكوجنيشن للساوندز. انا بسمع صوت جرس، عارفه ان ده صوت جرس، ده صوت فتح باب، ده صوت عربيه، ده صوت طائر. تمام، دي بفهم بيها الاصوات، ولذلك دي لما بيحصل فيها ليجن انا بسمع اصوات لكن ببقى مش فاهمه معناها ايه، ولذلك دي حاجه انا بسميها اوديتوري اجنوزيا. تمام، الجهل بالاصوات، انا سامعه بس مش فاهمه الاصوات دي بالظبط هي عباره عن ايه. تمام، طيب نيجي نشوف كده الكلام ده. اهو ده الكلام اللي احنا درسناه دلوقتي. تمام، قلنا في حاجه اسمها اوديتوري سنسوري اريا اللي هي اريا 41 و42 اللي مكانها في السوبيريور تيمبورال جايروس، واللي وظيفتها ان هي تعتبر اوديتوري اريا. تمام، هي دي الاوديتوري اريا. الليجن بتاعها بيعمل بارشال ليفنس، بارشال ليفنس ان بوث ايرز، بس بيبقى اكتر فين؟ في الاوبزيت سايد. طيب there is no complete loss of hearing due to bilateral projection of the auditory fibers to both cerebral hemispheres. احنا مش بنفقد حاسه السمع كليا، لان كده كده الفايبرز اللي شايله لي الاوديتوري سنسيشن بتروح للايه للتو سيريبرال هيمسفيرز. قلنا بعد كده في اريا ثانيه، الاريا دي بسميها اريا 22 او بسميها اوديتوري اسوسيشن اريا، ودي برضو مكانها موجوده في السوبيريور تيمبورال جايروس، ودي وظيفتها اللي بنعرف بيها بقى الاصوات، ريكوجنيشن اوف ساوند. ولذلك الاريا دي لما بيحصل فيها ليجن بتعمل حاجه اسمها اوديتوري اجنوزيا، يعني انا بسمع الكلام بس مش فاهمه ايه معناه. في اريا ثانيه موجوده على الانفيريور سيرفيس اسمها الانكس، ودي كورتيكال سنتر للأولفاكشن. تمام، طيب نيجي بقى دلوقتي نتكلم على الكورتيكال ارياز اللي موجوده هنا في الاوكسيبيتال لوب اللي هو ده. عندي هنا منطقتين مهمين جدا، واحده اسمها برايمر فيجوال اريا اللي هي دي اللي هي رقم 17. تمام، اللي هي رقم 17 دي البرايمري فيجوال اريا، دي اللي هي مسؤولة عن ايه الفيجن. دي مكانها فين؟ دي حوالين الايه الكالكراين سالكس.
تمام، يبقى دي مسؤولة عن الفيجن، هي دي اللي احنا بنشوف بيها لان الفيجوال ستيمولاي بتجيلها هي، ولذلك دي لما بنفقدها الاريا دي بيحصل فيها ليجن، بيحصل ايه بلايندنس. تمام طيب، في بقى تو ارياز تانية، واحدة اللي هي 18 والتانية اللي هي 19، دول الاثنين بسميهم سكندري فيجوال ارياز. تمام، يبقى انا بشوف بدي، لكن عشان افهم اللي شفته بفهمه بدول اللي هي 18 وال19 اللي بسميهم فيجوال اسوسيشن اريا او سكندري فيجوال ايه ارياز، وبرده بيكونوا موجودين مكانهم على الوولز اوف كالكراين ايه سالكس، ودول بقى لما بيحصل فيهم ليجن بتحصل فيهم حاجه اسمها فيجوال اجنوزيا، يعني انا ممكن ابقى شايفه. تمام، هم غالبا دول كلهم عشان قريبين من بعض بيضيعوا مع بعض، لكن لو دي سليمه ودول اللي حصل فيهم الليجن بتحصل فيجوال ايه اجنوزيا، يبقى انا ابيلتي تو ريكوجنايز ذا فيجوال ايه اوبجكت، ان انا الاوبجكت انا شايفاه بس مش قادره افهم ايه اللي انا شايفاه ده. كمان دول ليهم وظيفه تانية، دول مسؤولين عن الكالر فيجن. تمام، يعني لما دول بيضيعوا بيحصل كالر بلايندنس، ان انا مش ببقى قادره اميز الالوان اللي انا شايفاها. تمام طيب، في كمان اريا تانية بتبقى موجوده هنا في الاوكسيبيتال لوب اسمها اوكسيبيتال اي فيلد. اوكسيبيتال اي فيلد هنا فاكرين كان في حاجه اسمها الفرونتال اي فيلد، في حاجه بقى في الاوكسيبيتال لوب اسمها اوكسيبيتال اي فيلد، والاوكسيبيتال اي فيلد وظيفته مشابهه للفرونتال اي فيلد. الفرونتال اي فيلد كان بيعمل ايه؟ conjugate movement of both eyes to the opposite sides. تمام، بس ده ما كانش بيعتمد على visual stimulus، يعني مفيش حاجة انا بتتحرك قدامي وانا بتابعها، لكن ده الاوكسيبيتال اي فيلد. الاوكسيبيتال اي فيلد بيعمل conjugate movement of both eyes to the opposite side بس بشرط to follow an object، يعني في حاجة بتتحرك قدامي وانا بتابعها، ده الفرق ما بينهم هما الاثنين. طب هل يا ترى الفرونتال اي فيلد كونكتد بالاوكسيبيتال اي فيلد؟ ايوه، في فايبرز هنا بتربط الاثنين دول ببعض. تمام، اسمها اركويت فاسيكولاس. طيب عايزين نشوف الكلام دوت. يبقى دي اخر فانكشنال ارياز بناخدها اللي هي موجوده في الاوكسيبيتال لوب اهي، في الاوكسيبيتال لوب اهي. يبقى في الاوكسيبيتال لوب تمام، اول حاجه عندي اللي هي البرايمري فيجوال اريا اللي هي الاريا 17 او بنسميها ستريت اريا، موجوده في الوولز بتاعه الكالكراين سالكس وهي مسؤوله عن الفيجن. طيب الاريا الثانيه اسمها سكندري فيجوال اريا او فيجوال اسوسيشن اريا اللي هي 18 و19، موجوده برده حوالين الكالكراين سالكس، ودي مسؤوله عن ايه؟ قلنا ان دي بتبقى مسؤولة عن حاجتين، اول حاجة اللي هي الكالر فيجن، تاني حاجة ريكوجنيشن اوف اوبجكتس، بفهم بيها الحاجات اللي انا شايفاها. تمام، ولذلك لما بيحصل فيها ليجن بتعمل حاجة اسمها فيجوال اجنوزيا، وبتحصل حاجة اسمها كالر بلايندنس اللي هو عمل الوان. تمام، في حاجة اسمها اوكسيبتال اي فيلد اللي هي جزء من السكندري فيجوال اريا اللي هي الاريا 18 و 19، ده الفانكشن بتاعته conjugate movement of both eyes to the opposite side بس بشرط to follow an object، يعني it depends on visual stimulus، وده الفرق ما بينه، الفرق الوحيد اللي ما بينه وما بين مين؟ الفرونتال اي فيلد. تمام، ولذلك الاوكسيبيتال اي فيلد بيبقى كونكتد مع الفرونتال اي فيلد ماشي عن طريق باند من الفايبرز اسمها اركويت فاسيكولاس. كده يبقى احنا خلصنا كلامنا عن كل الفانكشنال ارياز اللي هي موجوده في السيريبرال هيمسفير في كل اللوبس.